نرجع بقى للست صفية العظيمة. لو دخلت على موقع تويتر ولو دخلت على الفيسبوك بس تحديدا تويتر، هتلاقي فيه ترند بيتصدروا اسمه سيدة القطار، وهتلاقي الناس كاتبة إشادات كبيرة باللي عملته الست المصرية العظيمة الجميلة دي. وده طبعا بعد الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تجاوز من كمسرية أحد القطارات في حق جندي من أبطالنا من القوات المسلحة. طب احنا محتاجين نشوف ايه اللي حصل في الفيديو، والحكاية كانت ايه، وايه اللي عملته الست صفية العظيمة للي ما كانش عارف او ما شافش الفيديو. ونرجع تاني لحضراتكم. خلاص يا حاج، هو ده مش هدفع. لا هسلمهم. هنسلمه ليه يا مريض؟ لا هو انا هدفع. يا ست، لا والله ده تمام. خد يا عم فلوس. عايز استماره يبقى مش هتدفع. بعيدا عن الكلام العظيم اللي اتقال في المشهد الصغير ده اللي هو ما بيتخطاش 45 ثانية، عايزين بس نركز على يعني لغة الجسد بتاعة الست الجميلة دي. عينيها يعني بنقول كده العين نفسها فيها صدق وفيها جدعنة، وحركة الجسم وفي اندفاع جدا في السلوك. الكلام ده لو دل على شيء بيدل على تفاصيل إنسانية نحتاج فيها سطور كتيرة قوي وحلقات كتيرة قوي لأي حد بيركز على يعني التفاصيل الصغيرة دي. بعيدا عن الكلام، بعيدا ان هي قالت له انا عندي ثلاثة زيك، بعيدا عن نبرة صوتها الانفعالية، عينيها، تفاصيل وشها، الصدق اللي فيه، الجدعنة، كل ده لو انت حتى قفلت الصوت كده الرسالة هتوصلك. فعشان كده هنفضل طول الحلقة نقول لها ألف شكر ان انتي اديتنا دفعة ايجابية جدا جدا جدا، واللي مش جديد على اي ست مصرية عظيمة. طيب احنا عايزين نروح نشوف بقى الست العظيمة دي قالت ايه بعد الواقع، ونرجع تاني لحضراتكم. الموضوع ان انا رايحة فرح ابن اختي، راكبة قطر 6:10 من المحلة، ركبنا وصلنا محطة طنطا. الكمساري طبعا كل محطة بيمر على التذاكر يعني، فانا كنت في اخر عربيه، في اخر كرسي في العربيه، فالكمساري جاي تقريبا من اول العربيه، فانا قاعده برده مش مديه اخوانا اللي بيحصل ورايا يعني. انا شويه في حوار حاصل برده ما ركزتش فيه جامد يعني، ما يهمنيش. انا لقيت الكمساري صوته احتد قوي، بيكلم العسكري بحده شويه، بيكلمهم باسلوب يعني صعب شويه، وهم يعني اللي كانوا هناك مفكرين ان هناك فوق خليش الافيونه تشتغل معاك، كلام كتير يعني. فلقيت فانا قلبي طبعا وجعني، فقمت رايحه قال العسكري انزل، فالعسكري هياخده وينزل، هياخده وينزل. انا وقفت له زي ما انت شفت في الفيديو، ووقفت وصممت ان انا ما ينزلش. العسكري انا هنزل، قلت له والله ما انت نازل، وبرده مصمم ينزل، قلت له انا امك وبقول لك اقعد يعني تقعد. فاحتراما برده سن الواحد قعد ودفع، دفعت له فلوس، عمال يدفع، قام وشد من ايدي الفلوس، والعسكري قطع في فلوس قطعت، فقلت له مش مشكله فداك، ودفعت تاني. فجيت قلت له التذكره، قال لي والله ما انت دافعه لي، وصمم اديني فلوس. قعدت اقول يا ابني انا عندي ثلاثه زيك يا ابني، ما رضاش احتراما لبدلته واحتراما ليه واحتراما لكرامته، اخدت منه الفلوس والموضوع انتهى على كده. هو طبطب عليا في الاخر، لاني طبعا عماله اعيط اعيط، يا امي انت بتعيطي ليه؟ قلت له عشان ولادي يعني، افتكرت ولادي في الموقف ده بس، وخلاص على كده الموضوع انتهى. اكتر من كده ما حصلش، ما تواصلتش معاه ولا كلمته لحد ما نزلنا بركه السبع، والموضوع انتهى بس. طيب ده الجانب الانساني. الجانب بقى الرسمي والاداري، ايه اللي حصل؟ ووزاره النقل اعلنت في بيان اصدرته من شويه انتهاء التحقيق الفوري اللي وجه به الوزير كامل الوزير وزير النقل بشان قيام كمسري
القطار رقم 948 المنصورة القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار. وأشار البيان للوزارة بأنه تم التحقيق مع الكمسرية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات وفقا للائحة لائحة نظام العاملين بالهيئة، وأسفرت عن مجازات عادل فاروق عبد الهادي رئيس القطار بخصم أجر 50 يوم من راتبه لما منهم اتجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية. كمان تم مجازات عادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوم من راتبه لعدم تنفيذه لتعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية. وكمان صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع، وتم تحرير محضر شرطة لهم لعدم الارتداء للكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه. وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة والذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم. وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيان اليوم بشأن الفيديو المتداول لواقعة القطار، وأكدت فيه اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسري القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص. وأكدت الوزارة أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأوضحت أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وأحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منهم. القوات المسلحة أصدرت بيان بشأن واقعة تجاوز أحد العاملين بوزارة النقل مع أحد أفراد القوات المسلحة. قالت فيه إن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع الأفراد يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور، وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، ونذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم. القوات المسلحة تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين. كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة. محتاجين نسمع الأستاذة هبة باشا عضو المجلس القومي للمرأة، هتكلمنا هاتفيا دلوقتي. أستاذة هبة تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو بنتكلم على الجانب الإنساني اللي مش جديد على المرأة المصرية الحية، يعني المرأة المصرية ليها مواقف تاريخية كتيرة جدا وليها مواقف اجتماعية كتيرة جدا، يعني تحسب لها في تاريخ مصر. بنتكلم على الموقف اللي حصل النهاردة ده، يعني إزاي المجلس القومي للمرأة شافه وقيمه، وإيه بالضبط يعني من تفاصيل ممكن حضرتك تفيدينا بيها؟ شوفي النهاردة المشهد، خلينا كده ناخده حتة حتة. الست زي ما حتى قالت في الفيديو اللي متداول واللي انتوا عرضتوه من شوية، انه هي نمرة واحد حست بأمومة، يعني اتصرفت بأمومة طبيعية جدا، ان هي ما حس ولد في قد ولادها بيتهان يعني. التاني حاجة ردت قالت انه احتراما لي واحتراما للبدلة انا ما سبتوش ان هو يتعرض للموقف ده، وكمان اخذت منه الفلوس علشان احتراما ليه والبدله. انت النهارده هي دي بقى الست المصريه اللي احنا يعني دايما انا اقول مصر بخير طول ما في ست واقفه في ظهر الكل.
هي اتعاملت مع الموقف انه الولد ده هو رمز، البدله اللي لابسها دي بالنسبه له رمز، غير امومتها طبعا، لكن هي بالنسبه له رمز. انت ليه ما تتهنش؟ كلنا ولادنا دول احنا بيأدوا الخدمه العسكريه وبيروحوا يقعدوا في الصحراء ويتحملوا. الولد ده يعني ربنا يخليه لاهله، بس هو ممكن يكون بعد مروحه من القطر ده هو مشروع شهيد. فبالتالي انا بشوف انه الولد سواء كان معاه فلوس، سواء كان تصريح الاجازه اللي خده مختوم عليه الاعفاء مش مختوم، ايا كانت ظروف الولد، فبالتالي احنا اقل حاجه نقدمها له نقول اتفضل اقعد استريح على الكرسي. الحقيقه هو طبعا في ضبط في الاداء بالنسبه لبيان القوات المسلحه، وانه ده تصرف فردي من غير مسؤول من مسؤول القطار، لكن انا الحقيقه مش قادره اشوفه بالمنطق ده. انا شايفه انه في استفزاز متعمد، في هنا الفاظ الراجل اللي كان موجود اللي كان متعنت معاه رئيس القطار، الفاظ كلها فيها غل وفيها حقد وفيها كراهيه للجيش. الحقيقه انا مش قادره اعدي ان هو يقول له في الفيديو وريني النجوم اللي بتلمع اللي انت فرحان بيها، هم بيضحكوا عليك هناك في المعسكر بيقولوا لك ايه. دي مش تصرف، انا الحقيقه مش قادره اشوفها انه تصرف فرد. يعني انا شايفه انه في غل، انه في حقد، انه في استفزاز متعمد في الفتره دي لزعم ما يتوهمه. والاهم برضو زي ما بنقول يا استاذه هبه ان يعني الست صفيه دايما يعني في المشهد ده، وعلى راي يعني جمهور السوشيال ميديا انها بطله القصه. استاذه هبه باشا عضو المجلس القومي للمراه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه.